بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة ديال اليوم كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، أول مباراة خارج الميدان، كان عندنا أننا ضروري نحقوا الفوز ولا شي حاجة باش تعطينا انطلاقة مزيانة في البطولة. فريق الوداد فريق كبير وهو اللي دا اللقب العام فايت، هادشي ما خلاناش أننا ما نحسموش المقابلة من الأول. الدراري قاموا بالواجب، تبعوا التعليمات ديال الكوتش ديالنا والحمد لله جاب الله التيسير. هاد المباراة ديال الوداد نحاولوا نساوها، ندخلوا في هاد السيمانة هادي إن شاء الله غادي نحاولوا نبريباريو الماتش ديال صفاقس، حنا موجودين له كما تنوجدوا لجميع المباريات الاخرى، غادي يكون واحد الجو اخر عكس هذا الجو هذا ديال سميتو، غنحاولوا نمثلوا المغرب ان شاء الله احسن تمثيل، وتنتمناو ان شاء الله اننا نحسموا المقابله.